بنشوف هيدي الفترة كتير بالمسلسلات عم بيستعينوا بستايلس، هيدا شيء قبل ما كان عم بصير. يعني صار له فترة من وقت روبي، يعني أنا صار لي بشتغل هون بلبنان، وبلشت يعني من وقت روبي تاخد هيدي المهنة المساحة تبعها يعني، وآخر سنتين بالأكتر يعني صار هذا الموضوع لازم، لأنه كل شخصية بالمسلسل لازم يكون لها شكل معين بيميزها عن أدوارها السابقة، وبيخليها تكون عم بتساعد الممثل حتى يوصل الشخصية صح. مصمم الأزياء هو مصمم أزياء بيصمم التياب، بس أنا شغلتي وظف التياب اللي بيصممون أو يلي أنا بشوفهم على شخصية معينة، وشي يكون لابق للشخصية ولابق للشخص كمان بنفس الوقت. بس ينعرض عليك مسلسل لتكون الستايلست اللي عنده، بتقري كل السيناريو أو في شخصيات معينين بس بيكونوا لازم أنت تهتم فيهم؟ لا أكيد نحن بنقرأ السيناريو كله وبرسم الشخصية حسب السيناريو، يعني بقرأ كل شخصية لوحدها وبرسمها، يعني مثلا شعرها طويل شعرها قصير، شو لون شعرها، قد ايه طول ضفيرها، شو بتلبس، قد ايه كبر جزدانها، بنفوت بتفاصيل كثيره يعني خاصه بالشخصيه، وعلى اساسها بنشتغل اكيد باشراف مخرج، ويعني يعني بنتشارك بالافكار مع الممثل، بنشوف اذا عنده شيء يزود، يمكن عنده بلس على يلي نحن عم نصممه وعم نشوفه، وعلى اساسها بنشتغل. الشغل بيكون اصعب مع الممثل او مع الممثله؟ لا عليك حسب الدور، يعني في عندك ادوار بتكون اصعب لانك تنفذيها على ممثله، وعندك ادوار اصعب تمثليها على شاب، بس انا بالنسبه لي انه دائما الست عندها مساحه اكثر، يعني يكون انا عم بتحرك بلون شعرها بطول شعرها بالميك اب بكل شيء، بينما الشاب مساحته كثير ضيقه كرمال حتى انا اقدر اخلق كاركتير من انه بدون ما طول شعر يعني بتفاصيل بسيطه. بكل دور بحس في صعوبه، بما انه خاصه انه انا عم بشتغل مع نفس النجوم على عده مواسم، فانا كثير بيهمني انه ما تشبه الشخصيه شغلي اللي اشتغلته قبل، مثل مثلا دكتور جنى بمسلسل يا ريت ما كان بيشبه هيا ب 24 ايرات، وهذا شيء كثير مهم، كان يعني عملنا تنازلات كثير، ما كان لازم كثير يكون في تغيير التياب كثير، لازم تكون كثير سمبل، بس هذا الشيء كان مثلا بيساعد الدور وقدرنا نوصل الفكره اللي بدنا اياها. عم فكر اشتغل شيء ايبوك تاريخي، حابه ارجع انا فوت بهيدي السكشن، كنت انا قبل عامله فيلم سينما وحابه ارجع عيدها هلا. ما بتخيل انه في حدا بينتقد هيدي المهنه الا يلي مش قادر يكون في عنده ستايلست خاصه فيه. انا برايي انه انا شخصيا قدرت اثبت لكل الناس انه هيدي المهنه بتعمل فرق من كل شيء اشتغلته، من روبي لجذور لتشيلو لنص يوم لياريت ل 24 ايرات، بتخيل عملت بصمه المتواضعه، وبتخيل انه ما يعني ما بقدر اجاوبهم غير بشغله. شو رساله بتحبي توجهيها للمراه العربيه؟ بدي اقول لها انه دائما تكون طبيعيه وعلى طبيعتها، بما انه المراه العربيه عندها جمال بيميزها عن اي امراه من حول العالم، ويعني اهم شيء الواحد يكون بعيد عن التكلف والتصنع بشكله. بس عم نشوف بمناسبة انه بعيد عن التكلف والتصنع، بس عم نشوف اكثرية المسلسلات عم بيكون في رموش، حتى مسلسلات يعني شو ما كان الدور الرموش الحاضر الغائب الحاضر عندهم. ليكي انا معي ولا مرة كان في هيدا الشيء، بما انه انا بتفق مع الممثل، وفي هلا تكنيك جديدة للرموش ما بتبين، يعني في ناس بتستعمل يمكن ما بيقدروا يستعملوا هيدا التكنيك الجديدة، هن لاش يلي هن اكستنشن لللاشز، فنحن بنستعمل تكنيك